تشعرون وأنتم تمرون بهذه المساحات الخضراء أن أنفاساً جديدة تنبعث على عكس الفضاءات الخارجية المليئة بالتلوث. هي قصة عنوانها مشات البغداد التي لا تزال صامدة وسط غابات الإسمنت والإسفلت التي تملأ المدينة. حالياً الوقت ربيع، هو وقت الزرع، وقت الناس هسه جاي تقبل يعني عليها على الزرع، لأن تزرع حدائقها وهاي، لأن الجو زين ويساعد على الزرع، فهسه الإقبال جيد يعني بالنسبة للناس. على جانب هذا الشارع تلاقيكم الأشجار الباسقة والشتلات المنسقة بجانب أنواع شتى من الورود الملونة، فتبتهجون لمجرد النظر إليها. والله اليوم جيت للمستر أنا وعائلتي حتى نستغل الحديقة مالتنا، انه نستري ثيل وورد ونرتب، تعرفون يعني انه هو الجو ربيع وواحد يحتاج لهاي الاجواء، ويحتاج يشوف يعني مثلا يقعد عصرية بالحديقة او من الصبح يشوف اجواء حلوة وورد وخضر يعني. اما اصحابها فيحضرون بمجرد أن تتخطوا أبوابها لمعرفة طلباتكم وشرح تفاصيل معروضاتهم الخضراء الأنيقة. يعني مثل الحدائق، بالنسبة للأوراد مال الحدائق هسه وقت ربيع يعني كل شيء يزرع، ورد جوري، الراسقي، ملكة الليل، الأستار، الدايات الموسمية بأنواعها، يعني هواي أشكال، وهسه طبلنا من أشكال مستوردة جديدة. ربما تقلصت مساحة الحدائق في بغداد فأثرت على عمل المشاتل، لكنها لم تلغيها من الوجود. الإسمنت والحديد لا يغنيان عن الخضرة والورد، فكلاهما يجعلان الحياة مليئة بالنقاء، وكلاهما يبعثان الأمل المتجدد. نورا سعيد، بغداد، الفرات.